ترك أندراش مفاتيح منزله بالأمس في بوابة الحديقة ليعود ويبحث عنها اليوم تحت الماء بعد أن ارتفع منسوب نهر الدانوب ليغمر قبو منزله وحديقته. ورغم ذلك فأندراج المقيم بالقرب من بودابست رفض إجلاء بيته خوفا على ضياع ما به من مقتنيات. المشكلة في عملية الإجلاء أنه يجب عليك ترك كل متعلقاتك، حتى كبار السن الذين يقطنون هنا لا يرغبون في ترك متعلقاتهم، نحن أيضا كذلك، فقط عندما تغمر المياه المنزل عندها نجلي المكان. وطالبت السلطات المجرية سكان بعض المناطق القريبة من الدانوب إجلاء منازلهم بالتزامن مع ارتفاع منسوب النهر إلى أرقام قياسية وزيادة المخاوف من وقوع فيضانات قوية على غرار ما حدث في بعض الدول الأوروبية. مراسلة قناة يورونيوز في المجر تقول: يسجل ارتفاع منسوب نهر الدانوب في المجر أرقاما قياسية، وهما يجعل كثيرين متخوفين من أن تشهد البلاد أحد أسوأ الفيضانات. بودابست.